للعالم جاء محمد يوما في أحلى مشهد فأعاد الأرض ربيعا والطير الشادي غرد والطير الشادي غرد للعالم جاء محمد يوما في أحلى مشهد فأعاد الأرض ربيعا والطير الشادي غرد والطير الشادي غرد كانت أرجاء الدنيا في قلب الظلمة تحيا وأراد الله الهدي للناس فأرسل أحمد كانت أرجاء الدنيا في قلب الظلمة تحيا وأراد الله الهدي للناس فأرسل أحمد فأعاد الأرض ربيعا والطير الشادي غرد والطير الشادي غرد للعالم جاء محمد يوما في أحلى مشهد فأعاد الأرض ربيعا والطير الشادي غرد والطير الشادي غرد بالنور أهل كريما ودعا لله حكيما آذوه فكان رحيما ما أعظم صبر محمد بالنور أهل كريما ودعا لله حكيما آذوه فكان رحيما ما أعظم صبر محمد فأعاد الأرض ربيعا والطير الشادي غرد والطير الشادي غرد للعالم جاء محمد يوما في أحلى مشهد فأعاد الأرض ربيعا والطير الشادي غرد والطير الشادي غرد بالصبر تجمل قلبه والخالق كان يحبه رجل مرسوم دربه يسلكه لا يتردد بالصبر تجمل قلبه والخالق كان يحبه رجل مرسوم دربه يسلكه لا يتردد فأعاد الأرض ربيعا والطير الشادي غرد والطير الشادي غرد للعالم جاء محمد يوما في أحلى مشهد فأعاد الأرض ربيعا والطير الشادي غرد والطير الشادي غرد الصبر الطيب أزهر وطريق الدعوة أثمر والعالم أصبح أخضر آمن بالله ووحد الصبر الطيب أزهر وطريق الدعوة أثمر والعالم أصبح أخضر آمن بالله ووحد فأعاد الأرض ربيعا والطير الشادي غرد والطير الشادي غرد للعالم جاء محمد يوما في أحلى مشهد فأعاد الأرض ربيعا والطير الشادي غرد والطير الشادي غرد والطير الشادي غرد والطير الشادي غرد.